سي الصبح والعصر باب درجات صلاه لمن صبح تي في عصر لا كيسه هذه سوره وين دفيتي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم اسم كيسه والتريفه ملائكه بالليل ملائكه الكنم ايدو في وملائكه بالنهار ملائكه جانم ايدو ويجتمعون ولدتك أبمن في صلاة الفجر صلاة جنما كيستي وصلاة العصر صلاة جلجلة صلاة أسري كيستي يرو نساء والجرجران تك يرو صلاة جنمات تكمو يرو صلاة عصر تيجورا ثم يجنا يعرج الكرة الذين سنوان باتوا بلن فيكم جتان إسن كيسك بلن يجورا فيسألهم إسان سنقافة ربهم رب إساني وهو أعلم بهم حال إسان سنبيكون كيف تركتم عبادي قبرنك يا كمت الاستنجان فيقولون نجي أن تركناهم إسان كان نجزن وهم يصلون حال إسان سلاتنين وأتيناهم إسان تنرفن وهم يصلون حال إسان سلاتنين يتعاقبون يجون والتريفتن يجون حفظة بالليل وحفظة بالنهار ومن يكون أكثر أهل الحديث يردوا الحديث وأن جاءن ملائكة نسيت الحفظة ملائكة تيسيتو تاتسن وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كجوسا ملائكة قرتي تيسيتو تاتيجورا تتلقى المنامات تيسيتو جرسانية ملائكة تتلقى المنامات تيسيتو ilma namaa kana keessatti wal tareeffatanii jechuudha. Raqibii fi atiit warri jaamu hoo jara kana moo jara kanaan adda adda raqibii atiit dalagaan isaanii maali? Dalagaan isaaniittis namu tiisu jarri kunillee namu tiisan takkuma ta'uutu gartee as dhiyaata. Wallahu a'lam bisawaab. رقيب عتيد رقيب جتون مقام ملائكات ورجل نجرا عتيد اللي مقام ملائكاتي ملائكة لما كتوكو رقيب توكو عتيد جد أمجان قرود بنسو سيامي تيجانين مالف جنان رقيب فعتيد جتون كوني صفة رقيب ايغا عتيد نجت كرفايا كوني صفة ملائكة تاتي ملائك مقام ساني تيمتيا صفة إساني دلقة إساني يجورا إني جهة مرقر تاؤس رقيب عتيد جامع إني جهة قرتي بتر تاؤس شيكو بتا يجورا سنس رقيب عتيد جامع وصفي ملايكو تلمينيتي ملي مقا ملايكو تلمينيتي ججون صحيحة متي جاندوب اي مكان سالم بك يتعاقبون فيكم ورلغا يتعاقبون يتعاقبون كنا اكلغا قواعدنا هي تجودا خلاف يوقف الله اساني رتغرتي لفكات رتغفه اكلوني البراغيث لغا غرتي اكلوني البراغيث يجودا لغة سندوبة نسان يتعاقبون كنس على لغة أكلوني البراغيث ورا لغة كسدوبة جريتو لغة كسدوبة ردوبة جرا سلا أصل يتعاقب جيتو أكلوني جيتو كيست اللي أكلني جيتو سلا أكلوني البراغيث أكلوني نجاتا البراغيث تيفوان سلا جمعي قرون قبو أكلوني أكلني سلا جيتشو جيتشو أكسال لفكاتلتي قرولو قاد أكاكالتي رفوني جراء جانين يتعاقبون أنكون سلا يتعاقب جيتشو مالي فكاس جاني قوائدان إسال لفكاية ووحد الفعل مع الجماعة كقولهم سار الرجال ساعة فعلي تقول إفي ديرو جمعان هدوته جمعات هدوه لنجيتشو لا فعلي تكو قد فيدي كقولهم سار الرجال
ساروا كان جئن سار الرجال ديرتولين ديمي. قالت رسلهم أكجتورا قل لن جنة يوكاو قالون جنة جم إنغوني تورا فعلي توكا قراني في دار أسلت قالوا هديسة كيسة تلوفي جرا قالوا فلا مانع جنان يتعاقبون يتعاقب كان جري يتعاقبون هدوغو لفي دي جرا أكنت سندان داما جنان قالوا هديسة كيسة تلوفي فسحا جتشا وما ديسة قرآن كيسة تلوفي كيف تركتم عبادي يقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن حمام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والملائكة يتعاقبون فيكم بمثل حديث أبي الزناد. ساق معمر جنان معمر يكون نؤفي يقو نؤديس فكات حديثا أبي معمر يجو أبي الزناد يجو بمثل حديث أبي الزناد فكاتا ديس أبي الزناد أين يتفكاتا سني أوديس معمر يجو معمر حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه معمر همام المنبه روديسا آية إساتو بمثل حديث أبي الزناد فكاتا ديس أبا الزناد أوديس أبو الزناد أبو الزناد أين يرى أديسة؟ أبو الزناد عرج يرى أديسة؟ عن العرج عن أبي هريرة. طيب عن همام بن منبه عن أبي هريرة. معمر أمه عن همام بن منبه عن أبي هريرة. حدثنا زهير بن حرب حدثنا مروان بن معاوية الفزاري أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد حدثنا قيس بن أبي حازم قال سمعت جرير بن عبد الله وهو يقول كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي برتا ورتاني إذ نظر إلى القمر دفت من إلى لقمة جاء ليلة البدر كالكنقوت من جاء يجولا فقال نجي أما إنكم سترون ربكم إسنينكم أما بمعنى حقا أما حرف السفتاين نعم حرف دمكيت وتنبيه انتبهوا جيتو أما دمكا إنكم سنينكن دمكا وانا سنينجو رقايا جيتو سترون ربكم ربك يسر أرقو رافتيسني كما ترون هذا القمر أكجي أكن أقرتنت لا تضامون في رؤيتي لا تضامون كوليت الركز نهالتا تنين في رؤيته أرجع إساك يسد نجلا سيكين كان جرهجو نموني أرجعي فإن استطاعت مسلينكو يرودا ديسا ألا تغلب هنج فتمون أبو على صلاة الرتي قبل طلوع الشمس أدوم بيور أندرت وقبل غروبها أما اللي سيسير أتندرت يعني العصر أسر اتبانا والفجر صلاة فجر اتبانا هنج فتمون أبو يرودا ديسا صلاة يجو ايوه مدن دي سنين اسنين دبرين جيجو ومدن دي سنين اللا تغلبو ثم يقنا قرأ جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وسبح بحمد ربك وسبح يا محمد كل ليس يا محمد بحمد ربك فارو ربي كيتتي كاكندويتو يوكاو كسايبدو فارو ربي كيتتي كسايبدو على تاتين قبل طلوع الشمس أدون بور أندرتي وقبل غروبها أدون سينور أندرتي معنى كان يعني الفجر والعصر يجو فجري في عصري صلاتي يجو صلاة فجري تي في صلاة عصري لا دبين غرتي أكفت قل الله ما استطعتم جيجورات وان دن دي سنين ربي سوداء وهما ربي سدن دي سن جلانا فين جيجو يودت أبن سلافو تدبن أكين يوم أما دوين سلاة سان نورك
dadhaban jaam yookaan yoo hirribni dabarsitoo yookaan yoo raanfiin dabarsitoo cufata baroo humna qabdaniitiin akka isin jala hin dabarre uma dandeessanii jechuudha. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة ووكيع بهذا الإسناد سند ودبر كنان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله سند ودبر كنان جتورا قال نجده أما إنكم ستعرضون على ربكم إس ربك يسنرني في دمتني فترونه ربك يسنرني قرتني كما ترون هذا القمر أكما جي أكان أقرتني تججو كما ترون هذا القمر أكما جي أكان أقرتني رؤية واضحة أرقائي فباتوتات. وقال نجده ثم قرأ ولم يقل جرير وقال أكنا أبو بكر أبان بكر نجي ثم يقرا قرأ بلا إسناد إلى فاعل ظاهر فإلى ملأتا تأتركي سورة ملت ثم قرأ لقرأ أين هني من يجو فإلى ملأتا تهم اندبان ولم يقل هنجن أبو بكر أبان بكر هنجن لفظة جرير لفظ جرير هنجن وقرأ جئتم أرابيته ثم قرأ جئتم أرابي أين قرأ هني من فاعل ليس كقرأ ولم يقل هنجن جرير هنجن أين تنجين أبو بكر كل لفظ إساءت أديس كيستي قرأ جرير هنجن ما الجئ أرابي ثم قرأ جرير هنجن ثم قرأ جئتم أرابيته نمن أمو إفساد الرباسة فاعل في دي أين زهير زهير تو ثم قرأ جرير جريف سيجو زهير قال سمعت ست إفسه كما قال زهير وهذه الرواية موافقة لرواية البخاري ثم قال زهير لم يسد دبره حديثة كتال طيب ثم قال جرير جرير نعم ثم قال جرير كأجت ثم قال جرير جرير إفسه إفسان كأن زهير زهير أكست فاعل قراءة في ديجو كن أمو أبو بكرين كوني فاعل قراءة فينا ثم قال جريت مجلس وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال أبو كريب حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد ومسعر والبختري ابن المختار سمعوه من أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار بالدنسين أحد تكون ما صلى كصلاته قبل طلوع الشمس أدون بوران درت وقبل غروبها سنسيت درت يعني الفجر والعصر فجر في أسر التبان فقال له رجل قربان تكو إسان جد من أهل البصرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت دبتنا رسول الله رأي جئن قال نجي يتوبة سمعت دبيتنا الأغاية أنجن جدا يا عمارة يا عمارة قال نعم قال الرجل قربان نجد وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الرقام بها لسكن قرتي رسول الله رقه أكنجي سمعته أذنايا بركية لمينة الأغاية يجا ووعاه قلبي قلبي كياتو حفظ توكيدكني سمعته أذنايا ووعاه حفظه قلبي توكيد لفظي قلبي كياتو كست حفظي وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي لا يلج النار
من صلى يرو اتبان كان الرّ من الصلاة لفُرَّتَهُ، من صلاة يرون صلاة لا فكاه، أما دلّان صلاة جمعة قبل فجرت، جمالك واجبته. لا يلي جنّار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن ابن عمارة بن رؤيبة عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار بالدنسين من صلى إن صلاة قبل طلوع الشمس أدن بيور أندرت وقبل غروبها أدن سين أندرت وعنده رجل من أهل البصرة إسابرتي أبا وعنده ججان وعنده إسابرتي رجل قرباته كوت جل من أهل البصرة الركتين كبصرة وجهه النساب مرسولاتي فقال نجرقه أنت سمعت سمعت أجيسي هذا دي سكنة من النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم يجل أشهد به عليه أشهد يجل أشهد بهذا الحديث يجل حديث سكنة رقاني مبايا أشهد به حديث سكنة عليه على رسول الله رسول ربي ترتي أنه قال رسول يجل أنه قال أنه قال أنه قاله جج أشهد عليه رسول رتراجان بها أنه قاله رسول ليس كان يجو جنان قال ذلك الرجل البصري قربان بصراني جنوا أن أشهد أيضا جي أن يسرقا بها أيضا اتدابون أن اتدابها لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سقل رسول ربي الأجير خجوالتين بالمكان سمعت سنير الرأى يوكا يقول سنير الرأى سمعت قائلا كجل حالتين سرقي في المكان بك كيست الذي سمعته أي في المكان الذي سمعته هذا الحديث منه بكم أتي الرأى أجي سنجته بكم أتي الرأى أجي سنكي ستن اللين الرأى أجي يجا وحدثنا هدى بن خالد الأزدي حدثنا همام بن يحيى حدثنا أبو جمرة الضبعي عن أبي بكر عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة نبني كبنا لمن صلاة جنة سينا والرسالة أني لو مجر إلا مجر لمن تنا صلاة جنة سينا تنجأني مال تجرى والرجل بغير عذاب دخل الجنة بغير عذاب أو بعده عذاب ما لسنا يوكا عذاب ما لسنا دلي جهنم سنيت يوقبات دخل الجنة صلاة لميس قال كثير من العلماء هما الفجر والعصر صلاة فجر تب أسرت ما لف يروق أبنا بردين ما جانين يرو سنت يروق أبنات ست بيا بدك يا ستي يروسون كان كبنويت يرو اسري دا مشان كن كبني سوا امبرات صبح سلافو انغفتن دوبا نمني كبنا لمن صلاه جنته سينما جاما يرونتون يرو كبنا تو ددبت يرو لبون akkaan bishaan dheessitu jechuu yeroo san namni yeroo san irratti obse yeroon tun isa irratti laaftu jechuu sun jannataaf murteeffate jannan illeen isaa muramte jechuu Sufyaan meeta? Sufyaan ni meeta? Baabu ta'ajili salaatil maghribi baaba ariifachiisuu صلاة مغربات حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد حدثنا ابن أبي عمر حدثنا بشر بن السري قال وحدثنا ابن خراش حدثنا عمرو بن عاصم
قال جميعا حدثنا همام بهذا الإسناد ونسب أبا بكر فقال ابن أبي موسى ونسب أبا بكر ونسب أي ذكر بشر وعمر نسب أبي بكر بن أبي موسى ونسب يجون أبان بشريف عمرين كل بشريف عمرين ندبة مال دبة نسب يوكا آنما أبا بكر كان دبة نسب إساء دبة آنما إساء يجو فقال بشريف عمرين كل نجأ في ذكر نسبه نسب إساء دبة كيستي أبو بكر بن أبي موسى الأشعري الكوفي غرضوا بذكر هذه المتابعة بيان أن أبا بكر السابق في السنة قبله هو ابن أبي موسى الأشعري سنة دراك يستي كتاب أبا بكر سن إنكن ابن أبي موسى الأشعري ده فإنه اختلف فيه ولبيك يسقر به طيب حدثنا همام بهذا الإسناد ونسب أبا بكر فقال ابن أبي موسى يعني إركسا أبا بكر يعني ليس نجرهون ني إركسا ججو ونسب ني إركسا ابن أبي موسى نسب قال تيوكا أنما إسا إفسا ججو ابن أبي موسى يعني إلما با موسى جاني إركسان أبا بكري كان أبا بكري إلما با موسى ساني أكاسي تيفسان نسب سادو بطني يجو جاري لبين باب تعجيل صلاة المغرب باب ريفتشيسو صلاة المغربات حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس باب إفسا دري يرو مغربا عند غروب الشمس بكاسين سأدولات يجوك زوائر وفيت يجوزاتي باب تعجيل صلاة المغرب هي صلاة المغرب أريفة جيسو حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس رسول المغرب كسلاته يرو أدون سين وتوارت بالحجاب يرو سين جابا وقت يوكا ودوت يوكا غردت يجورا سترت يرو لقت يجور حجابا أدونتن سينو نسيرا سرى داوده بسينو سرمت سينو جعله وربي يبراتي بأمو لباتي يروسن سرى أمو غارده بسينتي روكنان سينتي يرامو وحدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا مغرب رسول ربي ولي كسلا نتاري تكون كينيا كغرقل تأي وإنه لا يبصر حالة تكون كينيا أرقون مواقع نبله بكتي سابوت يرون صلاة جتو مواقع بك نبله تي إسا تي دربتني بكتي بوت أرقن جتو كوني مال غرسينان صلاه كيرونتي سمبوسا بجيت صلاه نوسن غافا صلاه غافا صومنا جو غافا صومنا مغربا صومنا ني بيتناك تجار جارسن ومن يرون داو مغربا كس صلاه جو اكا مغربا صومنا كرو صلاه نوسن غرتي حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي اخبرنا شعيب بن اسحاق الدمشقي
الدمشقي حدثنا الأوزاعي حدثني أبو النجاش حدثني رافي بن خديج قال كنا نصلي المغرب بنحوه ساق شعيب بن إسحاق شعيب المساكن أو بنحو يجون بنحو حديث الوليد بن مسلم فكات حديث وليد المسلم يجون شايف الليلة لبربان يا سلام سفيا سفيا كاستما كبا الرب ندعب ناس مات حديثة أنا قبل باب الرد على باب تأخير العشاء الآخرة إشاي بودا بودا عنسو جاك يكون أسمع الله تعالى مستاذ بابا في صلى الله عليه دير على بابني